ذلك في أزمة إنسانية غير مسبوقة داخل القطاع. طيب معانا على التليفون العميد ناجي ملاعب الخبير العسكري والاستراتيجي معنا عبر زوم من بيروت، أهلا بحضرتك. أهلا وشكرا للاستضافة لأول مرة على شاشتكم، شكرا، شرف لي. أهلا بحضرتك، الشرف لينا. تطورات يمكن كثيرة خلال الساعات الماضية بفكرة برغبة إسرائيل في الدخول من جديد إلى مسار المفاوضات، هل بتعتقد بأنه الحل العسكري لم يعد هو الحل الأول على أجندة المفاوض والمسؤول والعسكري الإسرائيلي، أم أنها مناورة إسرائيلية جديدة؟ يعني أؤيد ما جاء على لسان ضيفكم قبل قليل أن هذا رئيس الحكومة الإسرائيلية يعمل لكسب الوقت وليس أكثر. يعني كانت القاهرة وصلت إلى مكان تستطيع، الورقة التي قدمتها لحماس والمدروسة مع الأمن الأمريكي وعلى أعلى مستويات الأمن الأمريكي يعني وقبلت بها حماس، هرب نتنياهو من هذا العمل وبدأ باجتياح رفح. عمليا هو يربح الوقت، ولكن لديه مشكلة في الداخل على مستويين. أولا مستوى الأهالي، أهالي المحتجزين لدى حماس، وهذا أمر يتفاقم بشكل كبير. ثانيا إذا مع وزير الأمن وحتى رئيس الأركان الذين يقولون أن يعني هذا الاستنزاف للجيش الإسرائيلي في غزة بهدف ماذا؟ إذا لم يكن هناك يعني أفق سياسي نعرف إلى أين سوف نصل، لماذا هذا الاستنزاف؟ يعني من حقنا أن نعرف، دخلنا غزة وخرجنا من معظم القطاع وعدنا إلى جباليا وإلى غزة وإلى رفح، إلى متى؟ هذا الأمر ليس أمرا عسكريا، هو قرار سياسي بيد الحكومة. يهرب نتنياهو بشكل دائم من هذا القرار. يبدو أن نتنياهو لا يريد لا رهائن ولا عودة الرهائن ولا التفاوض، يريد احتلال غزة كما أعلن في ديسمبر الماضي أن غزة ستدار من قبل، ستحكم من قبل إسرائيل وستدار من قبل إسرائيل. نعم. طيب يعني التصريحات الكثيرة الآتية من داخل الحكومة الإسرائيلية، طبعا في خلاف إسرائيلي إسرائيلي وخلاف حتى في فكرة توصيف القرار الإسرائيلي، يعني بعض التصريحات اللي بتخرج عن مسؤولين إسرائيليين سواء في تصريحات متلفزة أو تصريحات صحفية لقنوات عالمية أو لقنوات إسرائيلية على فكرة أنه كان في تحذيرات لإسرائيل ولبعض القادة العسكريين حتى فيما قبل 7 أكتوبر، أنه بعض العسكريين داخل حكومة الاحتلال غير راضية على فكرة استمرار الحرب بهذا الشكل، حتى الشارع الإسرائيلي بدأ ينقسم إلى نصفين، نصف مؤيد للخطوات العسكرية والمسار العسكري لفكرة تحرير الرهائن والقضاء على حماس، والنصف الآخر بيرى أن المفاوضات هي السبيل الوحيد لعودة الرهائن ولا يعني عودة الحياة إلى طبيعتها حتى في إسرائيل. كيف ترى كل هذه الأزمات داخل أو في الداخل الإسرائيلي، وكيف تؤثر على خطوات إسرائيل في الفترة القادمة؟ يعني صحيح أن داخل إسرائيل هناك مستويات وانقسامات بين المعارضة وبين الأهالي وبين حتى داخل الكابينت وحتى داخل مجلس الوزراء، وهناك يمين متطرف وهناك بالمقابل من تستقبله الولايات المتحدة وتحاول أن تبدأ بعملية يعني إعادة انتخابات بإسرائيل واستبدال الحكومة. كل هذا لا يعنينا، ما يعنينا هو تدمير غزة وهو الموافقة الأمريكية الكاملة على كل ما يفعله نتنياهو وحكومته. وأكبر دليل هو الميناء العائم الذي صرفت عليه الولايات المتحدة 320 مليون دولار. هذا الميناء لم يكن بالصدفة أن يعلن عن هذا البناء من هذا الميناء منذ حوالي آذار الماضي والبدء وبالمقابل دخول رفح والقضاء على معبر رفح وعلى معبر كرم أبو سالم، وأن يكون هذا المعبر شبيه بالمعبر الذي كان أيام القرون الوسطى في إفريقيا والذي كان يسمى من قبل الأفارقة معبر لا عودة. هذا المعبر الوحيد الذي سوف تتنفس به غزة مستقبلا، وهذا عمل عدواني بحق مصر تحديدا وبحق عمق غزة العربي عبر سيناء وعبر مصر
وبالتالي كل المساعدات التي كان ممكن أن تتدخل بها مصر أو حتى إعادة الأعمار، هذا يبدو أن قضاء على هذا الارتباط ما بين قطاع غزة ومصر عبر هذا الميناء عمليا لإخراج من يريد أو حتى إخراجه عنوة لأهالي غزة من هذا المعبر. هذا ما تفعله إسرائيل، تدمير حتى لا يوجد حياة، حتى الخروج كل يعني أن تضع يدها على على غزة عسكريا بواسطة الدعم الأمريكي اللامتناهي. بمناسبة الحديث عن المعبر وفكرة وجود الاحتلال الإسرائيلي على رفح، معبر رفح من الجهة الفلسطينية وسيطرته على المعبر، وفكرة رفض مصر كثيرا فكرة التعامل مع هذا الوضع، لأنه إذا ما تعاملت مصر مع هذا الوضع وفتحت المعبر فهي تعترف بوجود إسرائيل وبسيطرته على معبر رفح من الجانب الفلسطيني. كيف ترى هذه الخطوة من قبل الاحتلال، وخاصة أنه كمان في تصريحات من الجانب الأمريكي اليوم بأنه محتاجين طرف ثالث ربما يشير إلى الولايات المتحدة الأمريكية نفسها أو إلى بعض الدول في الاتحاد الأوروبي أنها تكون متواجدة كطرف ثالث داخل المعبر؟ موقف مصر هو موقف هام جدا. الرئيس السيسي عندما أعلن أن يعني منطق يعني كل ما يعترض الأمن القومي المصري خط أحمر، وبالتالي تعتبر مصر هذا أمنها القومي ودفاعها عن غزة وعن رفح وعن معبر رفح هو أمن قومي، وبالتالي أعتقد أن هذا الموضوع يخص الأمن القومي المصري على أعلى المستويات، ولن تتنازل مصر عن أي موضوع. ما هو أخطر هو أن تفتح بعد هذه السيطرة، أن تفتح الاحتلال الإسرائيلي يفتح هذا المعبر ويخرج أهالي غزة باتجاه سيناء، وهذا أخطر ما في هذه العملية. لذلك السيطرة على المعبر ليس فقط على وجه الأرض، السيطرة على الأنفاق التي تعتقد إسرائيل أنها ما زالت موجودة، بالرغم أن مصر قامت بما عليها في السابق، الجيش المصري قام بقطع كل هذه الأنفاق من ناحية مصر، وبالتالي إسرائيل لا تعتبر هذا الموضوع انتهى، هي تحاول أن تحاصر غزة بأنفاقها كما فعلت بمعبر نتسارين. يعني هذا التواجد على معبر نتسارين هو لقطع تواصل أهالي غزة ووسطها وجنوبها مع شمالي غزة، واقتطاع هذا يعني أن يكون شمالي غزة منطقة يعني منطقة عازلة مع الكيان الإسرائيلي. بالتالي هذا ما تفعله إسرائيل بموافقة كاملة من الولايات المتحدة ودعم غير مسبوق، ومن المؤسف أن يصوت الكونغرس حتى أن يمنع حتى وقف أي شحنة أسلحة لإسرائيل. بشكرك شكرا جزيلا العميد ناجي ملاعب الخبير العسكري والاستراتيجي متحدثا إلينا عبر زوم من بيروت. بعثات وبالذات هنا بعثات الدائمة في الأمم المتحدة في نيويورك. يعني الخطوة كانت الأولى قبل نرجع خطوة وراء، كانت الاعترافات الأربعة من دول الكاريبي الأسبوع الماضي، باربيدوس وجامايكا وترينيداد وتوبيجو والبهامس، واللي أضيفت إلى اعتراف أنتيجوا وبربودا سنة 2012 أو 2013. وبالتالي لم يصبح دلوقتي في دول أمريكا اللي هي الكاريبي، لم يصبح في دول مش معترفة بالدولة الفلسطينية ما عدا بنما، ودي احنا مكثفين معاها.